تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ومشاهدكم الكرام. حقيقة هي الدعوة التي صدرت من قبل السيد نور المالكي هي كانت يعني دعوة صادرة من قبل أحد أطراف الإطار التنسيقي وليس كل الإطار التنسيقي. اليوم في ظل الاستقرار السياسي موجود في العراق، استقرار الحكومة حكومة السيد السوداني، هناك حالة من الاستقرار في داخل المجتمع العراقي، وجود طمأنة لدى هذا المجتمع بنسبة ثقة وصلت إلى أكثر من 54% بحكومة السيد السوداني، كذلك وتوافق القوى السياسية وتحديداً الإطار التنسيقي على المضي قدماً نحو إكمال مهمة السيد السوداني في حكومته الحالية. كل هذه المعطيات لا تعطينا إشارة قوية وواضحة وحاسمة وحازمة بأنه لا انتخابات مبكرة وأنها سوف تكمل مهمتها وتكمل زمنها المؤقت وهو المؤشر الدستوري خلال 4 سنوات. طيب سيد محمد، يعني هذا الرضا الشعبي والسياسي الذي تتحدث عنه لحكومة السوداني، وأيضا يعني أغلب القوى داخل الإطار التنسيقي رفضت إجراء الانتخابات، حتى الأطراف السياسية الكردية والسنية الأخرى أيضا رفضت إجراء أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة. إذا ما هي الدوافع السياسية اليوم وراء دعوة نور المالكي؟ طبعا هو يعني محاولة السيد المالكي هو وجود حالة من الاستقرار السياسي أولا، قناعة لدى السيد السوداني، هو يحاول أنه لا يمدد سلطة السيد السوداني، يعني يحاول أن يوقف هذا التمدد ويحاول أن يوقف هذه الشعبية الكبيرة التي حظي بها السيد السوداني. أعتقد هي محاولات لإعادة قوة السيد المالكي أو إعادة قوة دولة القانون في الحكومة وفي الدولة، لذلك مثل هذه المحاولات لا تأتي من خلال الإعلام والإعلان، بل هي تأتي من خلال صناديق الاقتراع، من خلال الانتخابات القادمة، وتمضي قدما القوى السياسية بالانتخابات لتبرز كل واحد يبرز قوته ويبرز مكانته وشعبيته في داخل المجتمع العراقي. فبالتالي لا نحتاج مثل هذه التصريحات، أعتقد أن الصندوق هو الحكم وهو الفيصل بين كل هذه القوى في نيل ثقتها من الشعب العراقي. هل من الممكن أن تكون أيضا رسالة للتيار الصدري العازم على العودة إلى الحياة السياسية؟ لا، هو التيار الصدري يعني حقيقة يعني هو أقرر أن يعود إلى الحياة السياسية وأن يشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا شيء جدا مهم، محاولة إكمال الصورة السياسية. نعم، التيار الصدري هو جزء من العملية السياسية سابقا وخرج بإرادته، وأعتقد أن عودته بإرادته كذلك يعني سوف تمثل شيئا جيدا في بناء الدولة وبناء المنظومة السياسية بشكل عام، كما أنه يمثل ثقلا سياسيا مهما في داخل المجتمع العراقي. شكرا لك محمد حسن الساعدي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من بغداد.